محمود شربين المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي. الحقيقة ده أحد البرامج، أحد مشروعات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل. الغرض منه إن إحنا عايزين نبين للناس إن إحنا ما عندناش أي نوع من أنواع التفرقة إطلاقا. إحنا بندرب وبنشغل 50,000 امرأة لأنها نص المجتمع. الحقيقة إحنا التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا 100,000، إحنا حطينا 50,000 منهم للمرأة. والمشروع الحقيقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة هيوفروا لنا النساء والبنات اللي عايزين يشتغلوا ويتدربوا على مهن وحرف أو إن هم يبقوا رائدات أعمال ويفتحوا شغل خاص بيهم أو يشتغلوا حتى مع في المرأة المعيلة تشتغل من بيتها. الهدف الرئيسي إن إحنا نحاول نوفر دخل يوفر حياة كريمة لبناتنا ولنسائنا في كل محافظات مصر. الحقيقة عايز أقول لحضرتك يعني توقيع النهاردة ما بين الوزير وما بين سيادة السفيرة ميرفت التلاوي ده بداية وليس نهاية الموضوع ده. احنا دي بداية بنثبت بيها ان احنا ما عندناش اي discrimination او اي فرق ما بيننا وما بين اي حد، والعبرة بالعمل. وعايز اثبت برضو هقول حاجة مهمة جدا جدا، ان من خلال تجربتنا اللي فاتت ان في بعض المهن اللي كانت دايما حكرة على الرجال الان بتزاحم المرأة فيها الرجل وبكفاءة عالية جدا. ومن افضل الناس اللي عندنا في ناس طلعت الاوائل على لحامين رجال، في ناس خدت كورسات في السباكة الحديثة، في ناس خدت كورسات في الكهرباء وفي صيانة الاجهزة الكهربائية، والبنات قبلوا بلاء حسنا جدا جدا في هذه الكورسات وتفوقوا على الولاد والشباب اللي كانوا موجودين معاهم، ومنهم اشتغل فعلا في صيانة الأجهزة الكهربائية. وإن شاء الله بإذن الله هننزل في المحافظات كلها وهنبتدي شغل من يوم الأحد القادم. البرنامج بمنتهى البساطة بيركز على حاجتين. أول حاجة إن إحنا بنحاول نوفر المهارات الخاصة بمتطلبات العمل وسوق العمل المصري في كافة القطاعات المختلفة، من أول الملابس الجاهزة طبعا والصناعات الغذائية وصناعات الصناعات الهندسية والكيماوية والبتروكيميكالز وكل الصناعات اللي محتاجة عمالة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن المهمة جدا إن إحنا عندنا برنامج اسمه حرفي، ده بندرب الفتيات على مهنة من المهن وفي الآخر بنديهم شنطة عدة للعمل الحر. وتالت حاجة ان احنا بنجهز البنات وبنديهم بعض ما اللي بنسميها الانتربرينوريال ليرنينج او اللي هي مهارات ريادة الاعمال عشان تقدر تستطيع تحصل على فرصة انها يبقى ليها البيزنس الخاص بيها. فاحنا المجالات كتيرة جدا 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 ولن نتوقف على 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 مجال واحد. القصة كلها في الطلب، لما نشوف البنات محتاجين ايه وهننزل لهم في اماكنهم وفي محافظاتهم، واللي هنشوفه مهم للمناطق اللي هم عايشين فيها هندربهم عليه. حتى لو ما كانش فيه تدريب قائم دلوقتي هننفذ تدريب وهنعمل منهج تدريب مخصص لطبقا لمتطلبات كل محافظة وكل مهنة إن شاء الله. احنا بنتكلم تدريب عندنا الحقيقة قائم دلوقتي من اسبوعين لحد 6 أسابيع، المهواش فترة طويلة. في بعض المهن بتحتاج شوية اكتر اللي هي فيها مهن فنية اكتر، لكن في النهاية احنا مش هنقعد سنين، احنا بنتكلم في حاجة خلال شهرين تقدر تستطيع تحصل على المهارة والمعارف والجدارات اللي تقدر تمكن المرأة انها تقدر تحصل على وظيفة توفر لها الحياة الكريمة.